احنا نقف يوميا وباستمرار، وما هذا استمرار ديال الوقفات الا هو انه تجاهل وتطاول وتحايل من السلطات المحلية على هذا الملف. لماذا 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 نسأل هاد السيد هاد المسؤولين وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد الباشا اللي هو مكلفين بهذا الملف، تنقولوا لهم ما لماذا حابسين هاد اللوائح ديال الناس؟ لماذا حابسين التعويضات؟ قاولتونا بالهدم، هدمنا الناس، راه الناس هدمت بيديها وعاونت السلطات في هذا، لأنه علاش؟ قال لهم مشروع ملكي، مشروع الملكي على راسنا وعينينا كودايا كجيش لودايا. حنا هاد الناس هما هاد الاستمرار، هاد الاستمرار لا كما قال واحد السيد هنا من المسؤولين، قالنا غنخليكم تتعياو، حنا نطالب بحقنا ما غنعياوش. الناس باقا المطالب ديالها هي هي، الناس كطالب فقط بتسليم اللوائح النهائيه للجماعه النواب، ومازال كتسنى التعويضات ديالها. كيف ما كتشوفوا فهنا كاينين نساء مسنات، شيوخ، شباب، دراري صغار، كلشي كيتسنى انه وقتاش يتم الافراج على اللوائح وياخذوا الحق ديالهم. الناس تشردت للاسف اكثر من عام وشهرين، الناس كتسنى ولحد الان ما كاين حتى شي جواب. فقط طلباتهم ولا وقفاتهم فهي سلميه جد سلميه، كيتسناو فتح الحوار مع السلطات. للاسف الناس خاب الظن ديالها والثقه ديالها للاسف والامل ديالها بدا كيطيح، فلهذا الوقفات هي فقط لايصال الصوت ديالهم ان السلطات المحليه توصل تما بدورها الصوت ديالهم للسلطات المختصه، وانهم يفرجوا في القريب العاجل على اللوائح النهائيه وتسلم لجماعه النواب ويتم صرف التعويضات في اقرب الاجل. كنطالبوا من سعد الباشا وسعد الوالي باش يشوف لنا هذا الحل. احنا رضعنا وحنا تقريبا مده عام وربع شهور وحنا كارين، والله لا عام وربع شهور، من رمضان ديال هذيك دوزنا رمضان، دابا داز العيد عام وربع شهور. كنطلبوا مساعده الباشا والوالي الله يجازي بخير، راه حنا وقفنا واحد الوقفه لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنطلبوا من الله باش نطلبوا من مساعده الباشا والوالي على اللوائح، فقط بغينا على اللوائح الله يجازيك بخير. انا هذا العبد المدني انا كنعس في واحد الجامع بيت الله، انا ما قديش نكري، ما عنديش باش نخلص، وغادي نبقاو واقفين حتى يفرج علينا الله. مشينا للبشويه عينا، ما نمشيو للبشويه ما كاين والو، مشينا للعماله ما كاين والو، قال لك متي نجيو لهنايا عاوتاني ما كاين حتى شي صوت يرد علينا. حنا تنتعاملوا مع صمون بكمون عميون، ما كانوا صمون بكمون عميون مني كنا في ديورنا، كانوا بلسالاتهم وبوجوههم وبوعودهم وكل شيء، ولكن مني حنا هدمنا راه ما بقات عندنا قيمه، ما بقى عندنا حتى شي حاجه، ولينا كيخليها الباشا راه تينبحوا حتى يعياو تتوصل المغرب تيمشيو فحالهم، راه كذلك تنبحوا حتى تنعياو تنوصل المغرب تيبرد علينا الحر تنمشيو فحالنا، ما كاين حتى شي نتيجه. حنا هلكنا الكره، قال لك صبروا معنا 10 شهرين ولينا في عام وثلاث شهور، ما كاين حتى شي نتيجه. غنديروا العيد هنا، حنا باش نشريو العيد وحنايا في الكرة؟ حنا راه خرجنا زيرو درهم، وعاد تقول لي حنايا العيد؟ كيفاش هذا العيد؟ العيد فينا هو الحق؟ هاد المسكين انتم تتصلحوا في البلاد، تتصلحوا في البلاد، عطيو على الناس رزقهم، عطيو الناس حقوقهم، وعطيو للشعب، وعطيو لأمة محمد رزقها، وسيروا صلحوا كي بغيتوا في البلاد. ما احنا عرفتي شكون حنا؟ حنا هما هذوك فلسطينيين، عا فلسطين تيعطيوهم القنبول علنيا، وحنا راه عطاونا قنبول خلاها ماشي علنيا. تنطلبوا من الله والسلطه وسيد الوالي اللي دار لنا هذه الحاله يشوف فينا، راه حنا كنضربوا بين الناس، ولادنا ضايعين وحنا ضايعين، وكنا بهايمنا وكنا كل شيء ديالنا وبعنا وشردنا وبقينا ضايعين. حنا سيدي حنا ضايعين اوليدي، كنطلبوا من الله وسيدي وجلالة الملك يدخل لينا والسلطة والوالي والباشا وكل شيء، السلطة هي تكون معانا، وحنا راه حنا معيدين هنا، وراه ما عندنا عيد، ما عندنا لا عيد ولا يوم جديد، راه حنا ما عندناش، ما عندنا لا باش، ما لقيناش حتى ما ناكلوا، ما بقى لينا غير عيد. حنا كنتعصبوا، ما عندنا والو، كاريين مجريين علينا، مخرجيننا من ديورنا، مش غيرنا هاد الناس كلهم، راه كنا بديورنا، كنا بكلشي لينا ديور، وبقى كيتقاص كيقولوا لهم ما غيعطيوكمش، ما كاين والو، ما غيديروا معاكم حتى شي حل، صافي بقى كيتعصب تماس. حنا دابا بغينا نشوفوا من حنا، راه حنا مقصحين بزاف، كاريين فلوس راه سالوا لي عندنا، بقاو علينا بالسياسه في الاول، خرجوا راه غنعطيوكم غنديروا معاكم شي حل، وصافي خرجونا ريبوها مابقاوش عاقلوا علينا. الله يسهل على الملك، الله يجعل ربي يستروا، وعاش الملك.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.